طيب استاذ محمود، برضو في اطار هذا الكلام، التوقيتات واضحه جدا للارتباطات خلال الفتره اللي جايه، بمعنى ان انا معروف ان يوم كام 12 هلعب كاس العرب، بتسكنه الناس الثانيه مسكنه حاجتها. لا انا اقصد ان الارتباطات الدوليه، ما انا بتكلم على البطولات الدوليه مسكنه، يعني خلاص متسكنه كاس العرب، كاس امم افريقيا في الكاميرون، عندك كاس العالم للانديه. يمكن انت قلت خبر دلوقتي تصفيه اخطر، هي تصفيه كاس العالم الاخطر. وكمان خلي بال حضرتك، احتمال كبير جدا بنسبه اكتر من 90 95%، انه كاس العالم زي ما انت قلت كده، انا هروح ايه ابو ظبي يا قطر، ابو ظبي يا قطر يوم في شهر فبراير، في شهر فبراير. طب انا هسال حضرتك سؤال، هو ايه الهدف من الاجتماع يا كابتن اسلام؟ ان احنا نوصل لحد، انا اسمع، انا بسمع الناس اللي قاعده دي، بس انا عندي فكره يا جماعه لازم اطرحها ولازم ننفذها. ايوه، هل طرح اتحاد الكره فكره من الكلام اللي اتقال ده؟ ما طرحش اتحاد الكره فكره. حضرتك اللي تقول يعني، انا لا ده انا بسال. كان المفروض يتوجه من يطرح فكره انه هو عنده موسم الكره في مصر ليه النهارده دوريين متلاحمين بصوره، موسمين متلاحمين بصوره صعبه جدا. ايوه، كان عندك فكره وكان في اتجاه تم تسريبه بصوره اخرى نحو اتجاه الغاء بطوله كاس مصر، ما توقع الغاء السوبر المصري، منح اللاعبين راحه والاستعداد للموسم الجديد، وانطلق بدل ما اخليه مثلا في اكتوبر هخليه مثلا يا عم في نص سبتمبر او في 20 سبتمبر، يبقى انا عندي ايه؟ عندي فرصه. طيب عندي شكل المسابقه، انا عاوز اكسر المرحله واخرج منها، فبفكر المفروض كان تفكيري نعمل مثلا دوري من دور واحد، دوري من دور واحد، واختار الاربعه الاوائل يلعبوا وداع، ووفر نفس اسابيع. ممكن يكون، انا اقصد ان ممكن يكون اتحاد كره القدم عرضوا الانديه رفضت الكلام ده. لو كانت قال كان طلع حتى كنا عرفنا، كان كنا عرفنا. انا بس يعني انا واخد بالي، انا معاك طبعا. كان الكلام انت اذا لم تمتلك ورقه عمل قدمتها جيت وزعتها على الناس، يا جماعه والله انا عندي افكار للموضوع عشان انقذ الموسم وحافظ، وعندي طموح اللي هو الاكبر. ايه طموحك الاكبر؟ احنا بنلعب مسابقات المحليه دي كلها، هدف ايه يا كابتن سامي؟ منتخب مصر، منتخب هو المنتخب مصر، كاس العالم 2022 ده الهدف بالنسبه لك مهم جدا، وعندك امل انك تروح. وانت شايف دلوقتي الوضع مع المحترفين بيحصل ايه في دلوقتي في الدوريات، دوري انجلترا مش هيديك لعيبه النهارده يقول لك اوافق على كذا بكره مش هيقول. لو انت كده المفروض كجهاز فني بعد الموقف بتاع محمد صلاح والنيني خلاص تاخد اتجاهك انك انت ايه هتلعب باقي تصفيات تحت اي ظرف، يبقى ترتب نفسك انه خلاص المجموعه دي اللي عندي خلاص هلعب بيها وخلاص. جه صلاح جت الظروف سمحت يعني وسلم، لكن احنا ما سمعناش كتب ولا صوت ولا كلام اتقال يا كابتن اسلام انه اتعمل يعني اتعمل ايه يا محمود ما بين الاجتماع اللي اتعمل مع الانديه واعلان القرعه. مفيش ساعه، مفيش ما فيش ساعه، لا يعني ما لحقناش ننزل الخبر. مفيش حتى انت ايه معكوسة. مفيش يعني المفروض اللي عايزه محمود الاجتماع الثاني كان يبقى الاول اللي هيبقى هو كان الاول يا كابتن اسلام. يعني ما سمعناش طلع المهندس احمد مجاهد، ويعني مثلا على الاقل حد من الناس اللي احنا كلمناها هيقول لنا والله ده طرح علينا واحد ورفضناه، واثنين ورفضناه، وثلاثه ورفضناه، وتمسكنا بالشكل. طب يا عم انتوا اتمسكتوا بهم ليه؟ لا احنا مصرين، احنا عاوزين نلعب الكاس وهنكمل، وكاس السوبر وكاس اللي مش عارف مين. طب يا جماعه احنا تعبانين من المستوى زي ما انت شايف، طب ادونا فرصه عشان نحسن الفار ونجيب اجهزه ونجيب ناس ونعمل مستوى افضل من اللي حصل في الموسم. ما فيش يعني، عاوز اقول لك ايه، هناك في رؤيه عدم، يعني رؤيه غير واضحه. وكنت اتمنى على المستوى الشخصي انا كمتابع وناقد انه يبقى في فعلا ورقه تتقال من اتحاد الكره في الاجتماع ويلزم بها الانديه موسم استثنائي. واكيد اتحاد الكره قعد مع المدير الفني للمنتخب الوطني وقال له بالنص لازم نلغي تصفيات كاس العالم، يبقى 1 2 3 4 هنعمل كذا، يبقى هنعمل ده كده. انت ايه مساله اقامتها كده بالصوره وتواصل العمل دون راحه، اعتقد هتدفع الخوف ان يدفع ثمنها، الخوف ندفع ثمنها منتخب مصر.